هاي ساهمت الثورات الكبيرة حول العالم بتغيير جذري على عدة أصعدة وصار مثل للثورات اللاحقة. الثورة الفرنسية الشهيرة يلي نشأت لدعم حقوق الطبقة العاملة بفرنسا ساهمت بالإسراع بصعود الجمهوريات والديمقراطيات حول العالم وأدت إلى انتشار الليبرالية ونصرة المرأة والعلمانية والتحرير من العبودية والاقتراع. الإصلاح البروتستانتي حركة إصلاحية قامت بالقرن السادس عشر أطلقها مارتن لوثر بهدف إصلاح الكنيسة وساهمت بمحو الأمية يلي كانت منتشرة بأوروبا بهديك الفترة. كانت مسيرة الملح على داندي إحدى حملات اللاعنف يلي قاد غاندي احتجاجاً على ضريبة الملح البريطانية سنة 1930، والحملة يلي انضمّلها عدد كبير من الناس كان لها تأثير كبير على تغيير العالم والموقف البريطاني من قضية استقلال الهند. مين قال ثورة لبنان 2019 لازم تكون المدخل للتغيير الكبير؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.